كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جامر. اليوم على الفيديو راح نلعب بيكا اكس دي مع يوتيوبر هي اختي يعني دانا جامر وهي هنيكا يعني هاي احكي لنا هاي مرحبا يلا اهلا فيكم. ما بعرف ليش اليوم كتير متحمسة عشان بنس على الفيديو لانه كتير رح نضحك فيه ورح نتسلوا هيك وانتو كمان افوا معا الاخر عشان رح نستمتع كثير كثير. بس قبل ما نبلش روحوا الوصف رح تلاقوا قناة اختي اشتركوا فيها وكمان خلونا تعليق مشان واشتركوا وفعلوا جرس عشان اول ما ينزل فيديو اكتبوا لها كومنت هي بتثبت اول تعليق بتثبته يعني تخليها اول هيك تعليق مشان بيجيك لايكات وهيك ما ادري ايش. المهم يا جماعة روحوا اشتركوا بقناة صندوق الوصف كمان اذا انت جداد بهالفيديو اشتركوا مشان يعني اشتركوا شو هذا الصوت؟ وهلا تعال خلونا نبلش وبس خلينا نبلش. اوكي فدانا اول شغله حابه اني اتحكم باللوك تبعك. راح اتحكم باللوك تبعي. طبعا اختي هنيكا جالسه قدام. هلا هلا يلا هاي عم تحكي هاي هاي شو بدك؟ يلا تحكمي. يلا أول شي رح نروح لصالون الحلاقة. طيب تعي معي. يلا. قدامي. وينك؟ يلا تعي. قدامي ها. تعي يلا هون. وراكي. بسم الله عم تعمل. يلا تعي. إيه قدامي. يلا ادخلي. طيب هيك طيب ماشي اجلسي ادخلي على صالون مكان التحليق وراح احكي لك مثلا اللون نمبر 4 يعني رح تروحي لرابع عرفتي شلون؟ فهمت يعني التسريحه رح تروحي لل 1 2 3 للثالثة ثالث؟ لا لا روحي لشعر الاندومي عرفتيه؟ شعر الاندوم يلي ب 600 كوين عرفتيه؟ انت مشتريته؟ عرفتيه شعر الاندوم؟ اي لون؟ فرجيني اياه. لا مو هذاك، ليكي هذا. هذا. بس بدك تبع الاولاد. البسيه. شري لأنا هذا عرفتيه ب 600 كوين. اي نو يلا ادخلي على الكولرز سوي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اوكي لونه اخضر زي لون السلايم اخضر نيون 11 متاكده 1 8 هذا انا ما بعرف انا اذا موبايل يعني قد هيك الترتيب زي اسمي خضري ايه ملامح وجه ملامح وجه بسم الله ليكي سوي الفيس النوب عرفتيه لحظه افرجي لك اياها لحظه هذا ليكي هذا شوفي هذا عرفتيه صح؟ شريتك هاد عرفتيه خلص صافي هداك وراح تشيل الكمامة طيب؟ اوكي اختي بكل هدوء تحكي داخلها اتألم ولا اتكلم اتكلم ولا اتألم اتألم ولا اتكلم اتألم ولا اتكلم اتكلم ولا اتألم يا والله الفيديو نار شلال دمار هي قاعده عم تتألم واحنا عم نضحك يا رب كمان واتساب فيدي هيك خلص لازم اسكت خلص يلا رح اشيل كمامه انا قاعده عم فتش على والله اللوك تبعي كثير عم يضحك حلو والله انا ذوقي حلو يلا شو اللبس؟ يلا اللبس رح تلبسي ملابس النوب عرفتيها؟ يا عرفتي ملابس النوب او بدك يفرجي لك اياها البلوزه اللي فيها هيك لونها شو زهري. اسمه زهري وفيها هيك عظام وال ال 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 ال
السكيرت يلي لونها اسود تكون بخمسين كوين، عرفتيها؟ ها ماشي جمعوا كمان احنا نخليها تضيع 30 كوين على الفاضي. 30 كوين اصلا عندنا هلا 160 كوين الف. انا كم عندي يا جماعة؟ عم تحكي لي ان اضيع لك الف كوين. انا ساكتة ومتحملة، ساكتة ومتحملة. يلا هلا خلصت امس بالنسبة لي حدا حدا هاد الحذاء اللي انا لابسيته، حذاء الرينبو. حبيت اخليكي شوي غريبة يعني، من فوق نوب ومن تحت غنية. عرسة عرسة، انا ما عم بفهمك. قلت لك اوكي. عم تحكي معي كوري ها؟ لم ينسى. هيدي خلصت. والله يا جماعة كثير شكلها لا البلوزة، لا مو هاي مو هاي مو هاي البلوزة اللي لونها زهري في عظام، عرفتيها؟ هيك قولي لحظة اشوف. ليكي هديك هاي هاي يس. والبس مو هداك لك، مو هداك بس هذا هو الدوب. لا انا بدي البس النوب اللي بيكون هيك مسوي، عرفتيه؟ يكون هيك داحب هيك هي. هذاك يما لك. يما نار يا زلمة. بابو تحكي معي عربي وباس عربي انجليزي فرنسي ما فهم اللهجات الثانية ما بابو بابو بابو. بابو شو معنى ربيع؟ بس اللوك تبعي والله اللوك تبعي كاو. الله يصبر اختي معي. انا بابو بابو. وين رحت؟ هيني هون خرجت. مين حكى لك اطلعي ها؟ يلا روحا روحا محل ايس كريم قدام. يلا ها شيلي اليونيكورن. ليش رح اشيل الحيوان؟ اشيلي الحيوان. يلا يلا المهم لا علينا خلي الحيوان مسكين. ليكي يا جماعة الشيء الوحيد اللي بيخلي دانا مو غريبة هو بهديك علامة المبدع يلي فوق من راسها، هي اللي بتخليها شوي انسان عادي. يلا خدي لك ايس كريم الاول، انا ما بدي افلس لك. خدي الايس كريم. ايس كريم لا تجلسي او ابي هوني هاني كليو كليو هيك. يلا كلي ايس كريم. بسم الله يا جماعه تعودت. ايس كريم تشالنج ايس كريم. يلا اكلتي الاول؟ خدي الثاني. تعي لهون. وين رايحة لك؟ تعي بس هوني هوني ضلي هوني. يلا خدي واحد. يلا باي. يلا هي اللي اخذته. اكليه هون. ايس كريم تشالنج ايس كريم تشالنج ايس كريم تشالنج ايس كريم. اخذتي الثاني خلص خلص. تعي هون لك لا تتحركي ضلي هون بالديك هنيكا. طيب خدي واحد ثاني. يلا I'm going. لا خلصت. I'm going to come back soon. اوكي ايش عم تحكي انت؟ طيب اوكي اوكي احنا نكتب له يا جماعة. Let's wear the same type of clothes. لك ما بدي احكي له اوكي، بدي احكي له نو 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 بعد عني خلص. يلا لك انت لوين رايح لك؟ هلا رح نلعب هايد اند سيك. اوكي بس خير غير اللوك تبعي. ضلك هيك. يلا هلا رح نشوف مين اللي رح يعاد ورح نشوف مين اللي رح يختفي. يلا انت عاد. يلا انت الحيوان تبعك كثير حلو. اذا مين اللي رح يعاد؟ انت. اوكي يلا لا لا 30 لا هاتي شوف الموبايل. يلا اكسب بعينك الحقيقيه اكسب. اوكي ولا بشوفك. احسب لا ايش احسب 11 20 10 20 10 انا حافظ 11 حتى
بليز. لماذا لماذا لماذا؟ سؤال. نو نو بيبو بوبي. شو هي غبية بالكورية؟ بابو أو هل بابو كريزي هي مش بابو صح؟ بابو نو بابو. هاي بدها زفقة، يلا زفقة زفقة. يلا بالكورية ها. يا جماعة الأخت صارت كورية خلاص رسميا. جيبوا يا جماعة الأوراق خلاص نغير لها. يلا غمض عيني. يلا غمض. رح نخرج من السيرفر. هلا تشوست ليت صوت يا صوت القب يدور القب يل خلصت حتى صارت لا يعني هيك بالكورية سريعة. لا ما شفتك ابدا. هلا راح ابلش البحث. Do you play with me hide and seek? Do you want to play with me hide and seek? لحتى اعطيك تلميح في واحد. لا تعطيني تلميح بليز. لهيك درجة بتحبيني ما بدكم مني؟ غبية. بابو. لا 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 هروب هروب. يلا انا اول واحدة رح اضرب بالحيط. ما مسكتك. الحين دورك. يلا انا راح عد الى العشرة. انت بعدها لك ايه يا حكا. ضل بس هون. نو نو ابعد عني. هي يلا احسبي. يلا بلشتي. يا ضل بس في هذا يعني في هذا المكان تبع كريزر. لا ايه خلاص ايه يلا هلا اسمعي حكي غمض عيوني. يلا خلص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوف يا جماعه يلا ابحثي عني. يلا شوف يا جماعه وين الاخت هاربه وين رايحه. يلا يا جماعه فتش معقول هوني. روح المكان المفضل عند اخت. يعني يا جماعه لازم اعد للعشره انا كمان بالحقيقه واهرب. شوف اقرب مكان معقول تكون هون. دانا وي شفتها وين؟ ورا الروبوت جاينت. لا جاينت روبوت. ليكي وينك؟ لك وينك؟ يلا تعالي مسكيني. لك وينك هاربة؟ وينك؟ ملايا ملايا. مسكيني يلا. انا رح ضل زي المجنونة هيك عم دود 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 لهيك درجة بلقيتيني يعني كتير كتير قريب. بس هون ما رحنا مكان اخر فضاء. طيب ماشي يعني المدينة كتير صغيرة حنفتشها شوية شوية يا جماعة. يلا يلا انت بس مكان هون جاينت روبوت هدول اماكن صح؟ ما رحت يعني المدينة البيوت؟ لا ما رحت. لا ماشي بس انت مالك هون. اعطيني تلميح صغير. تلميح صغير؟ اها ما عندي صراحة. بليز هاد المكان اللي انت وراه وقدامه انت يعني ربحتك. ربحتك. يلا ربحتك ربحتك. تعالي مكان كنت ابغى تعيش. لا 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 وين كنتي؟ وين كنت؟ كنت وراء هذاك اللي يعني اللي عمي لما جمع الفواكه. انا والله رحت له اسال المتابعين رحت له ما لقيتك. ما لقيتك وين كنت؟ الفيديو كثير طويل. الفيديو كثير طويل بعرف بس خلينا
شكرا سؤال. اتمنى يكون عاجبكم الفيديو, حطوا لايك واشتركوا عندي يا جايز. اشتركوا يا جايز, يعني جايز خلاص, جايز يعني يا رفاق. شكرا. تشيغويا 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 تشيغويا. اذا وصلت لهي لحظة من الفيديو احكولي تحت بالتعليقات, اذا كان التعليقات مفتوح احكولي اذا انتو استمتعتوا, اذا عجبكم هذا التحديث انتو كمان صوروا مع اصحابكم مع عائلتكم ومع اخواتكم مع العالم وبس. وبس اشتركوا خلاص. Boy!